بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. هنكمل مع بعض اللي ابتديناه المره اللي فاتت في يعقوب، شخصيه يعقوب. احنا مش هنلحق نخلص كتير النهارده. شخصيه يعقوب يعني تاخد وقت كبير، انها شخصيه كبيره في الكتاب المقدس زي ما قلنا المره اللي فاتت. هنحاول برضو نكمل تاملاتنا في شخصيه يعقوب. احنا وقفنا المره اللي فاتت لحد ما هم خلاص اتفقوا انه يعقوب لازم يمشي لان اخوه عيسو هيقتله، فبالتالي مفيش حل غير ان هو يمشي. ده كان اصحاح 27. في اصحاح 28 النهارده هنشوف قد ايه عنايه ربنا باولاده. عنايه ربنا بيعقوب كانت واضحه جدا جدا في الاصحاح دوت. والحاجه الجميله ان ربنا عايز يدينا رساله انه ربنا مش هيسيبنا حتى لو احنا عملنا غلط. احنا معظمنا ابهات وعندنا اولاد، ابنك مهما يعمل شيء مش كويس فانت هتفضل تحبه وتفضل تخاف عليه وتفضل تحاول تعمل اقصى ما في وسعك ليه. ده بالظبط شعور ربنا ناحيتنا. احنا تملي خايفين على اولادنا وبنحبهم ومهما يعملوا هنفضل نحبهم، نفس شعور ربنا بالنسبه لنا. الحاجه الثالثه ان ربنا ممكن يسمح ببعض الضيقه علشان لما الاقي الواحد ايه انحرف عن الطريق المظبوط يبتدي ايه يرجعه تاني، يبتدي يزقه تاني يقول له لا انت كده ماشي ايه مش صح. دول الثلاث نقط الاساسيه في الاصحاح دول، وهنمشي واحده واحده ونشوف ممكن يعني نشوف الكلام ده ماشي ازاي في الاصحاح. في اول ايه في الاصحاح 28 في سفر التكوين بيقول: فدعا اسحاق يعقوب وباركه واوصاه وقال له لا تاخذ زوجه من بنات كنعان. احنا عارفين المره الاولانيه اسحاق لما بارك يعقوب ما كانش عارف ان هو ايه يعقوب، كان مفكره عيسو، ويعقوب خدع والده عشان ياخد البركه، لكن الله سمح إن البركة تروح ليعقوب. المرة دي إسحاق بيبارك يعقوب وهو إيه؟ هو عارف. فده معناه إن إيه؟ إن إسحاق إيه؟ سامحه. عارفين سامحه ليه؟ لأنه هو حس إن الله مبارك، لأن كان ممكن ربنا يمنعه. يعني كان ممكن ربنا يمنع إسحاق ويقول له لأ استنى ده مش عيسو ده يعقوب. لكن الله سمح بدوت. فعلشان كده إسحاق حس إن ربنا إيه مبارك، ربنا موافق وربنا ما منعوش، فعشان كده إيه سامح إيه يعقوب. وبعدين قال له أوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، لأن كان عيسو زي ما اتقال في الإصحاح اللي قبل كده اتجوز من بنات الحسيين، ودول اللي هم دول كانوا بنات إيه بنات العالم. الموضوع ده مهم، يعني هتشوفوا حتى دي أول وصية إسحاق يقولها ليعقوب، قال له ما تتجوزش يا ابني من بنات كنعان، ما تتجوزش من بنات العالم. لأن بنات العالم ما كانش ربنا معاهم، ما كانش في عهد بينهم وبين ربنا. يعني ما كانش دي خطة ربنا للمجموعة اللي عايشة في الوقت ده. قال لهم ما ترتبطوش بحد من أهل العالم، ما تتجوزوش من أهل العالم. وده يورينا قد إيه عيسو كان الموضوع من الأول مش فارق معانا. يعني هو ما كانش شخص روحاني من الاول، فاللي هو ربنا يقول له اعمل يمين هو يمشي شمال. يعني هم كلهم متجوزين، هم يتجوزوا من العيله بتاعتهم، يتجوزوا من قلب اولاد ربنا، من قلب بنات ربنا. فده راح ايه خرج بره ايه بره الخط اللي ايه اللي ربنا رسمه له. زي ما احنا قلنا كده انه احتقر البكوريه اللي مش فارقه معاه، فمفيش حاجه اي حاجه فارقه معاه بالنسبه له. ربنا يقول له يعني اتجوزوا من بعض، خليكم في قلب بعض كعيله، لان انتوا اولاد ربنا ما تتجوزوش بره اولاد ربنا. هو ما كانش ايه سامع. ده مهم في حياتنا احنا دلوقتي. يعني شوف دي كانت وصيه ربنا من زمان، ما تتجوزوش من بنات ايه من بنات العالم، ما تتجوزوش من بره الكنيسه. لازم يكون شريك حياتك، طبعا احنا عندنا المرحله دي بس لازم نعلمها لاولادنا، لازم يكون شريك حياتك ابن ربنا. ده مهم. في ناس كتير ترتبط تقول لك ايه انا خلاص كبرت عايز اتجوز. لا مش مشكله، اكبري ايه اللي هيحصل يعني؟ لا خليكي قاعده مع باباك ومامتك احسن ما تاخدي واحد يتعبك ويتعب اهلك ويتعب اهله ويتعب الكنيسه ويتعب اصحابك ويتعب كل اللي حواليك، وتبقى ايه قاعدين اتجوزت. طب وبعدين بعد ما اتجوزت عملت ايه؟ ليه؟ لان الشخص مش ابن ربنا، الشخص اللي مش موجود في الكنيسه مش ابن ربنا، ده يتخاف منه، يتخاف منه. فدي نصيحة علموها لأولادكم، ما تخافوش. لو الشخص اللي جاي لابنك أو بنتك مش ابن ربنا، لا بلاش بلاش
بلاش المغامرة دي، لأنها 90% بتفشل. ومش هدف إن أنا خلاص البنت كبرت فلازم تتجوز، لأ، سيبكم من الكلام ده. شريك حياتنا بناخده من إيد ربنا ولازم يكون ابن ربنا. ومش شرط ابن ربنا يعني قاعد مقيم لاجئ في كنيسة ليل ونهار وصبح وظهر ومغرب. ابن ربنا يعني بيعمل أعمال ربنا، ودي نقطة مهمة برضه خلي بالكم منها. قم اذهب إلى فدان أرام، الآية الثانية، إلى بيت بتوئيل أبي أمك، وخذ نفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكسرك فتكون جمهور من الشعب. نفس البركة اللي أخذها بيديها له تاني وبيأكد عليها، ده معناه أنه هو راضي أنه هو اداله البركة. ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترس أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. بركة إبراهيم، البركة صارت مرتبطة بمين؟ بأبونا إبراهيم. زي ما ربنا قال له إيه؟ أجعلك إيه؟ بركة. ربنا قال لإبراهيم، قال له أنا هخليك بركة. فبالتالي البركة ارتبطت باسم مين؟ باسم إبراهيم. إبراهيم خد البركة دي بناء على أي أساس؟ ليه أخدها؟ خدها عشان إيمانه، خدها علشان إيمانه. ننال بركة ربنا لما نكون إيه؟ واثقين فيه ومأمنين فيه. وبعدين قال له بقى كلمة غريبة شوية، قال له لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. يعني إيه لترث أرض غربتك؟ طب ما أنت غريب، يعني إيه ترث أرض غربتك دي؟ الحتة دي واضحة جدا في عبرانيين 11. عبرانيين 11 القديس بولس الرسول قال إن أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب كانوا عايشين غربة، وعشان كده تمنيت ليهم ما كانش ليهم بيوت، كانوا يعيشوا في خيام، رغم ان الارض بتاعتهم ربنا ورثهم الارض، ولهم الارض دي تكون ليكم ولنسلكم بعدكم، يعني ارض ملككم يعني، بس عمرهم ما قعدوا في بيوت، طول عمرهم قاعدين فين؟ في خيام. ليه قاعدين في خيام؟ يقول لك ايه؟ ناظرين للمدينه التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله. يعني معناه ايه؟ معناه ان هم كانوا باصين فين؟ في السماء. شوف المبدا ده منين؟ من العهد القديم. يعني ربنا بيقول له أنا هديك أرض غربتك. يعني إيه أرض غربتك؟ يعني الأرض دي مش بتاعتك حتى لو اديتها لك، لأن دي أرض غربة، أنت مش قاعد هنا، مكانك مش هنا، أنت مكانك في السماء، أنت مالكش مكان هنا. فمهما اديك هنا في الأرض دي أرض إيه؟ غربة. هديها لك أه وتملك عليها، بس مش إيه؟ مش بتاعتك، مش مكانك، أنت مكانك فين؟ مكانك في السماء. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لابان ابن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. حد ملاحظ حاجة في الآية دي؟ آية 5 نقراها تاني كده. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام، يعني يعقوب إسحاق قال ليعقوب خلاص روح لفدان أرام إلى لابان ابن بتوئيل الأرامي أخي رفقة، يعني أخو رفقة أم يعقوب وعيسو. آية تبدو طبيعية صح؟ فش حاجة مختلفة. انتوا مش ملاحظين هنا انه ذكر يعقوب قبل عيسو؟ قال له رفقه ايه؟ ام مين؟ المفروض يقول ام مين؟ عيسو الاول، لان عيسو الكبير صح؟ لكن الكتاب هنا ذكر مين؟ يعقوب. وده دليل تاني ان البركه والبكريه بقت ايه؟ خلاص يعقوب، يعني يعقوب هو الايه؟ هو اللي هيكمل، ما بقاش ايه؟ عيسو. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان لازم الروحيين يسودوا على الايه؟ على الجسدين مهما طال الوقت. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب، عيسو بقى شاف اللي بيحصل، أبوه بقى بارك وخلاص والدنيا إيه؟ مشيت. وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة إذ باركه، وأوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. بيأكد نفس المعنى، ما تاخدوش من ولاد العالم، ما تاخدوش من ولاد العالم. وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام، يعني شاف إن إسحاق بارك يعقوب ويعقوب سمع الكلام، وبعد كده إيه قالوا له روح فدان أرام، فيعقوب سمع الكلام. رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق إيه؟ أبيه. أنت دلوقتي عيسو شفت إن بنات كنعان بقوا أشرار. فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل ابن إبراهيم أخت نبيوت زوجة له على نسائه. يعني عيسو كان متجوز من بنات حس، من بنات كنعان، وبعد كده عشان يراضي بابا، أنا مش عارف صراحة عشان يراضيه ولا عشان يغيظه، مش عارف صراحة،
عشان يرضيه. فراح عمل ايه؟ راح متجوز ايه؟ من بنات ايه؟ من بنات اسماعيل. طب هم يعني بنات اسماعيل يعني هم اللي محبوبين قوي؟ يعني هم اللي مقبولين؟ ربنا عامل عهد معاهم؟ لا، ما زيهم برضه. ربنا مش عامل عهد مع اسماعيل. فانت اكنك زي ما عملت ايه؟ زي ما اتجوزت من بنات كنعان، هي نفس الرضا بالنسبه لبنات ايه؟ اسماعيل. بس هو حب ايه؟ يقرب المسافه شويه. يعني حب ايه؟ يعني يرضيهم. فلهم طب خلاص انا خدت واحده من ايه؟ من العيله، بس للاسف واخد من الايه؟ من الطرف المايل في العيله. وده يدينا فكره عن شخصيه عيسو، الشخصيات العنيده المكابره. طب انت عاوز، هنفترض ان انت عايز تراضي باباك، طب روح قول له انت ايه اللي يرضيك، او روح لمامته قول لها ايه اللي يرضيكي، هيقول لك اعمل كذا وكذا وكذا. انما هو مش عاوز، هو مكابر، هو مش عايز يعمل كده. فبيحاول ايه؟ يشوف طريقه كده ايه يعني، يعني يهدي الامور مع باباه. فقال له خلاص انت مش عايزني اتجوز من بنات العيله، اديني رحت لاسماعيل. مش ده من عيلتكم ولا مش من العيله دوت؟ المفروض من العيله يعني، بس يعني ده الناحيه الرايحه خالص يعني. قال له مش من العيله، اديني اتجوزت من العيله وما اتجوزتش من بره. الفكره العند ده مش حلو. احنا ساعات نعاند كده مع ربنا، يعني ساعات ايه يعني نعاند كده شويه مع ربنا. يعني ربنا يقول لنا حاجه فاحنا نبتدي ايه نزق شويه كده، نقول له ايه احنا مش قادرين نصوم الصيام كله، منفوت اول اسبوع. بس احنا صمنا بس فوتنا اول اسبوع، يعني نفس الفكره. لان تملي بندور على حلول بديله لو احنا ايه مش حابين الايه الحل اللي ربنا مديه لنا. من اول ايه 10 بقى، ده موضوع حلو بقى، ده لقاء ربنا مع يعقوب. دي أول مرة يعقوب هيشوف فيها ربنا وجها لوجه. آية 10 بيقول فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حران. يعني خلاص خرج من بيته بئر سبع ورايح ناحية حران عند فدان أرام، عند إيه؟ عند لبان. أنا عايزكم تتخيلوا كده يعقوب وهو خارج مشاعره عاملة إزاي. على فكرة إحنا كلنا جربنا المشاعر دي، مشاعر ان انت تسيب اهلك وتسيب بيتك وتسيب اسرتك والمكان اللي اتربيت فيه وخارج رايح على حاجة مجهولة. كلنا لما جينا امريكا هنا كان عندنا نفس الشعور ده، يعني رجعوا الذكريات كده بتاعت المطار كده، بتاعت مطار القاهرة الفترة دي، وانتوا راكبين الطائرة وجايين هنا كده هتلاقوا نفس المشاعر دي بالظبط. مشاعر ايه؟ يعقوب ده كان راجل مرفه، كان بيسكن في خيام وبيعمل الاكل وطبيخ، يعني راجل ابن ناس كده. حتى كانوا في الصحراء فات قالوا ايه رجل كامل، يعني كامل يعني ابن ناس يعني كده. ويسكن في خيامه كده، هيبتدي يسيب ابوه يروح يسكن في الصحراء. المشاعر اللي جواه كتير قوي، خايف، واحد سايب اهله ممكن يتوه، يعني زمان ولا كان في جي بي اس ولا اي حاجه ولا عربيات، هيفضل ماشي كده في الصحراء ما عرفش هيروح هيوصل ولا لا. لوحده، أخوه ممكن يطلع عليه يقتله في أي لحظة إنه في الصحراء، ودي كانت فرصة لعيسى إنه يقتله، محدش هيدري بيه. مش عارف هيقدر يرجع تاني ولا لأ، مش عارف هيشوف أبوه تاني ولا لأ، ولا هيشوف أمه تاني ولا لأ، مش عارف. شعور واحد، أنا هوصل ولا لأ معرفش، ولو شفت خالي ده هعرفه ولا لأ، هو هيعرفني ولا لأ، ويا ترى لو عرفني هيقبلني ولا لأ. انت شايفين كميه الافكار اللي في دماغه عامله ازاي؟ انا بحاول اديكم بس يعني ايه حاجات كده. هيعاملني كويس ولا لا لو قابلني؟ ما ممكن يبقى زي ما بيقولوا الغربه بتغير الناس كده، انا بقالي سنين ما شفتوش فممكن ما يقبلنيش. وبعدين رايح اتجوز، طب هيرضى يخليني اتجوز من بناته ولا لا؟ او مين اللي هترضى تتجوزني بيه وانا كده رايح ولا معايا حاجه ولا بتاع، وسايب اهلي وبيتي وفلوسي لان هم كانوا اغنياء جدا، فرايح معوش حاجه خالص. فمتخيلين كميه الاحباط والخوف والرعب اللي فيها يعقوب عامل ازاي؟ وبعدين ايه؟ في 11 وصادف مكانا هناك وبات لان الشمس كانت قد غابت، واخذ من حجاره المكان ووضعه تحت راسه فاضطجع في ذلك المكان. يعني خليني بهدله بقى، يعني هو ايه؟ الناس القديمه قوي قوي ممكن تحكي لكم الكلام ده، اللي هو كان يجي ما ليش حد، ما يعرفش حد هنا، فيعمل ايه بات في الشارع؟ هو مش عارف حد، مفيش كنيسه ومفيش قرايب ومفيش، هو عمل كده، هو مشي شويه الدنيا ليلت عليه مفيش حاجه، راح عمل ايه؟ راح جاب حته طوبه كده حجره وحطها وحط دماغه عليها ونام في الصحراء. تخيل واحد نام في الصحراء، واحد كان بينام في الخيام وابن عز وغني ينام في الصحراء. ايه 12 وراى حلما،
انا هقف عند الحته دي شويه. تخيلوا واحد بالشعور دوت بالافكار دي بيشوف حلم، تفتكروا يشوف ايه؟ يعني واحد كده لما يجي في دماغه كده ان عنده كل المشاعر دي وينام فيحلم، هيحلم بايه؟ هيحلم بكابوس، هيحلم بايه يعني؟ ايه اللي هيطلع له في الظروف اللي هو فيها دي؟ مفيش. او حتى لو حلم بحاجه كويسه، يعني يحلم مثلا، يحلم بربنا مثلا، ده اقصى طموح نقول، هيحلم بربنا يقول له تعالى بقى اللي انت فيه ده نتيجه اللي انت عملته، انت كذبت على باباك وخدعت اخوك وخدت حاجه مش في حقك، يعني غير ان انت اساسا من قبليها واخد البكوريه من اخوك، فاللي هو انت الدنيا يعني ماشيه معاك غلط من الاول، والغلط ماشي عمال يكمل، وباباك يسالك يقول لك انت عيسو؟ تقول له اه انا عيسو. يعني يا ابني انت عيسو؟ يقول له اه. فيعني فالموضوع يعني يخوف. لكن شوف ربنا الحنين بقى، بصوا حنيه ربنا بقى. ربنا حب يوصل رساله تعزيه قويه جدا ليعقوب في الوقت دوت. ربنا عارف كميه الاحباط والياس اللي هو فيها، عارف انها هو يعني نفسيا متدمر زي ما بنقول كده، هو ما فيش جواه اي امل ولا اي تفاؤل ولا اي حاجه خالص. راى حلما، شفت ايه يعقوب؟ السلم منصوبه على الارض وراسها يمس السماء، وهوذا ملائكه الله صاعده ونازله عليه. شاف سلم من الارض للسماء والملائكه طالعه ونازله ايه عليه. ودي كانت اول مره ليعقوب يشوف فيها ايه ملائكه. هو يشوف ملائكه بعد كده، بس دي اول مره يشوف فيها ايه، يشوف فيها ملائكه. طب وبعدين في حاجه تاني؟ في وهوذا الرب واقف ايه عليه، يعني ربنا واقف على الايه، على السلم. يعني شاف ملائكه وشاف المسيح نفسه. فقالوا له انا الرب الهك، انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق، الارض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك. يعني الارض انت واقف عليها دي هديها لك انت ونسلك، ويكون نسلك كتراب الارض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض. نفس البركه اللي خدها ابراهيم بيديها له ربنا. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. ما فيش أحسن من كده رسالة ممكن بني آدم يستقبلها في الوقت دوت. يعني هو يشوف ربنا وجها لوجه، يشوف الملائكة، وبعد كده ربنا يقول له إيه، ما تخافش، الوعد اللي أنا وعدته هديهولك، الأرض هتاخدها، نسلك هيبقى كبير، وها أنا معك، يعني مش هسيبك، وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. شوف كل اللي هو في دماغه خايف منه ربنا بإيه؟ بيطمنه، بقول له هترجع؟ لا هترجع، هرجعك لنفس المكان ده تاني عشان أفكرك، ولاد هتجيب ولاد، معناها أن أنا هتجوز، الأرض هتاخدها، هفضل معاك مش هسيبك. دي أجمل حاجة في ربنا اللي بيحصل ده، إن لما ربنا يلاقينا واقعين خالص كده مفيش أي أمل فينا، لقينا في الأرض كده، يبتدي يشجع، يبتدي قوي، يبتدي يقول لك ما تخافش. كلنا عدينا بالمرحلة دي، مش بنفس الدرجة بس الدرجات مختلفة. عدينا احنا عندنا إحباط، متضايقين في حاجة، مضايقانا في حياتنا، في حاجة مغصى علينا حياتنا، حاسين ان احنا ما عندناش أمل في الموضوع دوت، ونقول يا رب، يا رب احنا ما نستاهلش، احنا مش كويسين، احنا خطاة، احنا مش تايبين، احنا مش بنعمل بوصاياك. بس ربنا يقول لك ايه، معلش بس انتوا برضو ايه، انتوا ولادي، انا مستنيكم. يبتدي ربنا ايه، يشجع في الواحد. ربنا قال له ها انا معك واحفظك حيثما تذهب. ربنا بيقول له انا مش هسيبك، ما تخافش، انت مش لوحدك، واردك الى هذه الارض. احنا يا ريت واحنا بنصلي نقول الكلام ده لربنا في الصلاه، نفكره بالوعد ده، نقول يا رب انت قلت ليعقوب ها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض. احنا نقول يا رب خليك معانا، حتى لو احنا مش كويسين، حتى لو احنا رب سيبنا ايدك كده ومشينا، لا قول لنا تعالوا انت بتوعي، هتردنا يا رب للارض تاني؟ مش هسيبكم، لان الارض دي ايه، بتاعتكم،
مش الأرض دي، فوق. فيقول له ردنا إيه للأرض دي؟ لأن إحنا أصلنا فين؟ في السماء مش هنا. في آية 16 بيقول فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا أن الرب في هذا المكان وأنا لم إيه؟ لم أعلم. يعني لما صحي كده قال إيه؟ آه ده ربنا فعلا إيه؟ في المكان ده. إحنا الآية دي ننفع نحطها في كل حاجة في حياتنا، في كل مكان في حياتنا بنروح، نقول إيه؟ حقا أن الرب في هذا المكان وأنا لم إيه؟ لم أعلم. كتير قوي نبقى قاعدين في مكان واتقابلنا فيه مشكلة أو ضيقة أو حاجة، وما راحت تلاقي الدنيا إيه؟ اتفتحت، نقول آه ده ربنا إيه؟ هو اللي اتصرف. هي دي نفس اللي بيعمله يعقوب. بقول إيه ده ربنا هنا وأنا إيه؟ مش واخد بالي. الحاجة الجميلة إن إحنا أنت شايفين المنظر ده عامل إزاي؟ يعني متخيلين المنظر ده؟ المنظر ده موجود دلوقتي. وموجود في كل وقت. كانوا زمان إحنا في مدارس الأحد وإحنا صغيرين يقول لك إيه؟ بابا يسوع فين؟ في كل حتة. والملائكة إيه؟ محوطانا في كل حتة، وكل واحد فينا ليه إيه؟ ملاك والحارس، ربنا بيثبت اهو. احنا جايبين الكلام ده منين؟ من هنا اهو. احنا الوضع ده لو احنا في دماغنا على طول 24 ساعه حياتنا تتغير 360 درجه. لو احنا حاسين فعلا ان ربنا موجود معانا في وسطينا دلوقتي وملائكته حوالينا، هتلاقوا الدنيا مختلفه خالص. هتلاقوا في تصرفاتنا، في افكارنا، في اعمالنا، كله هيختلف. الشعور بحضره ربنا دوت بيغير كان الإنسان من جوه. زي ما يكون واحد مثلا في شغله عنده تفتيش مثلا، بيعمل إيه؟ بيقعد كويس تمام مظبوط، لأنه خايف إنه يحصل إيه؟ خايف يتجازف. إحنا بقى العكس، إحنا ربنا موجود ومعانا عشان يكافئنا مش عشان يجازينا، عشان إيه؟ يكافئنا. بس إحنا الفكرة إيه؟ مش في دماغنا، ما عارفين ربنا حنين، ربنا كويس، ربنا مش هيجازينا على الأقل دلوقتي، فبالتالي الدنيا ايه؟ سهلة معانا. ربنا كشف ليعقوب عن نفسه وعن ملائكته عشان يقول له ايه؟ ما تخافش انا ايه؟ انا معاك. آية 17 والآية الحلوة برضو. وخاف وقال، يعقوب خاف. يعقوب اللي كان مقضيها كذب وخداع وغش ومش فارق معاه، المهم ياخد اللي هو عايزه لغاية تبرر الوسيلة، مش فارق معاه، كل خوف ان هو كان يتكشف بس، يقول ايه؟ وخاف. خاف، خفت منين؟ لأنه حس بإيه؟ بوجود ربنا. أول مرة يبقى فيه خوف روحي، ده مش خوف من عقاب، لأن ربنا طمنه، من قال له ما تخافش أنا معاك، اللي أنت عايزه هتاخده، واللي أنا وعدتك بيه هتاخده، فهو كده إيه؟ طمنه. طب أنت خايف ليه دلوقتي؟ ربنا طمنك. ده خوف ورهبة. الخوف من إيه؟ إنه قابل ربنا، إنه شاف ربنا. أول لقاء حقيقي بين ربنا وبين الإنسان، الإنسان يجيله الشعور ده، شعور المهابة، شعور المخافة دي، مخافة الله. موسى أول ما شاف النار في العلية عمل إيه؟ سكت، ارتعب، خاف. أول ما تحس بالشعور ده جواك تعرف إن أنت بدأت إيه؟ إن أنت بتقابل ربنا، إن أنت في حاجة، في رهبة جواك، في خوف جواك. فخاف وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. احنا الآية دي هتلاقوها مكتوبة كتير على باب الايه؟ على باب المذبح، على باب الهيكل، هتلاقوها كتير قوي في مصر. علشان كده في الطقس، المفروض الطقس السليم ان لو في مين في الكنيسة، لو في بطرك، لو في اسقف، لو في مطران، الطقس السليم ان اول ما تخش الكنيسة تسجد قدام الايه؟ المذبح في الأول، قدام الهيكل. ليه؟ لأن أنا داخل إيه؟ أدي السجود لصاحب إيه؟ صاحب المكان، صاحب المكان. وبعد كده إيه؟ نسلم على أي حد تاني في الكنيسة، لكن أهم حاجة نخش إيه؟ لصاحب البيت. ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا إيه؟ بيت الله. ده بيت إيه؟ ربنا. لما واحد بيروح يزور واحد في بيته، أول واحد يسلم عليه هو مين؟ صاحب البيت. إحنا صاحب البيت مين؟ ربنا. أول واحد نخش نسلم عليه هو مين؟ هو ربنا. كان في كاهن، كان في كاهن معانا، يعني حد من قرايبه، واحد من الكهنة الكبار، كاهن قديم يعني.
فكان بينصحه يعني نصيحة، فقال له انت عارف اول ما تخش الكنيسة انك لازم تسجد قدام المذبح، لان انت ايه بتسجد ايه قدام المسيح، ولما تخش تقبل الايه الهيكل نفسه المذبح انت كده بتبوس على ايدين مين؟ على ايدين المسيح. لو احنا عندنا ايمان بده الدنيا تختلف معانا، نشوف الرؤية مختلفة، نشوف زي ما ايه ما يعقوب شاف ايه الرؤية دي. هذا هو بيت ايه الله، وهذا هو ايه باب السماء. يا ريت كل ما نخش الكنيسة نفتكر ان احنا داخلين ده باب السماء. اول ما ابونا يشد ستر الهيكل كده ويقول ايه سينماس، يفتح باب الايه، يفتح باب السماء، تبقى الارض ايه منفذة على السماء. مش كده البابا كرولوس ربنا نيح روحه كانش يتكلم كتير، كانش يوعظ كتير، بس كان بيعمل ايه؟ بيصلي كتير. حط كل مشاكله على المذبح، خش السماء، ولكن دخل السماء، حط مشاكلي في السماء وربنا ايه يتصرف. كده يعقوب عرف الدنيا فيها ايه، شاف السماء وقال ان ده ايه ما اقرب هذا المكان، وما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب، بصوا بقى ابتدي بقى ايه الدنيا تختلف. يعقوب اللي مش فارقه معاه، اللي هو يعني راجل ابن ناس كده وتمام، لا صح الصبح بدري رغم انه المفروض محبط، الناس المحبطين دول يناموا يعني ما عندهمش، لكن هو ايه ربنا اداله تعزيه. بكر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقامه عمودا وصب زيتا على ايه على راسه. الحته دي فيها جزء حلو. اول ما قام عمل ايه؟ عدل الحجر. الحجر اللي نايم مقلوب ده عمل ايه؟ عدله. دي نتيجة ايه؟ نتيجة علاقته بربنا، نتيجة انه شاف ربنا. صحي الصبح بدري بكر وراح ايه؟ عدل الحجر. عايز يدينا رسالة ان اللي يشوف ربنا في حياته لازم حياته ايه؟ تتعدل. اللي يشوف ربنا بجد في حياته، حياته ايه؟ تتعدل. ويعمل ايه؟ يبكر، يصحى بدري بنشاط، ويعدل ايه حياته، يغير حياته. قرر انك تغير حياتك ده مش هيجي لما تقابل ربنا ايه شخصيا، لما تشوف ربنا هو ده الحاجه الوحيده اللي ايه اللي تغيرك، هي تخليك ايه تعدل ايه الحجر وتقوم. ده بعد ما امر عمل ايه وصب زيتا على ايه على اقامه عمود وصب زيتا على ايه على راسه، دشنه يعني. من الواضح ان هو ما كانش معاه غير ايه دي الحاجه الوحيده اللي معاه، قارورة الزيت دي. طب جبتها منين؟ من إسحاق. إسحاق جابها منين؟ من إبراهيم، لأن إبراهيم هو اللي كان تملي يعمل موضوع إيه؟ المذبح ده، يدش المذبح. طب جبتها منين يا أول الحركة دي؟ يا إبراهيم، ربنا اللي قال له عليه. علشان إحنا كده دي فايدة التسليم، جيل يسلم جيل يسلم جيل يسلم جيل. ربنا قال لهم لما تيجوا تكرسوا مذبح تعملوا إيه؟ تصبوا عليه إيه؟ زيت، زي ما إحنا بنعمل كده لما نيجي نعمل طفل صغير، احنا بنكرس الطفل دوت ان يكون هيكل لروح القدس الله يسكن فيه، فبنعمل ايه؟ بندشنه بالزيت. لما نيجي ندشن مذبح نعمل ايه؟ ندهنه بالزيت. لما نيجي ندشن ايقونات ندهنها بالزيت. جبناها منين دي؟ ربنا هو اللي قالها لنا، بس قالها من زمان شويه. نفس الايه؟ نفس الفكره. قام عدل حياته وصب عليها زيت وقال له انها ايه؟ خلاص هكرس حياتي ليك. ده عهد من يعقوب انه هيكرس حياته لايه؟ لربنا. ودعا اسم المكان بيت ايل، ولكن اسم المدينه اولا كان ايه؟ لوز. يعني عايز اقول لك ايه؟ اللي حياته تتغير كل حاجه فيها ايه؟ تتغير، حتى الاسم. عشان كده في المعوديه ندي الايه؟ للطفل ايه؟ اسم جديد. تمام كده؟ كل ده نتيجة نحن إيه؟ قابلنا ربنا فيغير حياتنا، يغير اسمنا، يغير وضعنا، يعدلنا. وبعد كده يقول إيه؟ ونظر يعقوب إيه؟ نذرا. إيه ده؟ أنت عرفت موضوع النذر ده مين؟ لكن لسه قبله فيش ندور، يعني لسه قبله وصية. تعلمته منين؟ نفس القصة بالتسليم. استلم إن أبوه إسحاق وجده إبراهيم كانوا بيعملوا حاجة اسمها إيه؟ نادر، يعني يندر حاجة لإيه؟ لربنا. هو شافهم بيعملوا كده، ودي حاجة كويسة
تخلينا ان اولادنا، يعقوب المفروض ما كانش ليه علاقه بربنا خالص، بس يعقوب مغروس في قلب بيت يعرف ربنا كويس، فبيشوفهم بيعملوا ايه. فلما ربنا لمس قلبه كانوا انه يرجع ده كان سهل، غير لما يكون الولد بره بيت ربنا والبيت ما فيهوش ربنا تبقى صعبه قوي، الرجوع بيبقى صعب. انما لان هو موجود في بيت ربنا فيه، ابوه اسحاق ايمانه كبير بس هو تربيته لابنه ما كانتش مظبوطه قوي، بس هو كان بيشوف ان باباه بيصلي، باباه مآمن، باباه ليه اله. عشان كده المره فاتت قال له ايه؟ الرب الهك يسر لي، كان لسه مفيش علاقه. لكن دلوقتي الرب الهك هو بيقول له هنا بقى ايه؟ هيقول له ان انت هتبقى ايه؟ هتبقى الرب الهي. كمان كمان تحت كده، عشان كده اللي اولادنا بيشوفوه في البيت هو ده اللي بيقعد فيه في دماغهم، هو ده اللي هو ده اللي بيكمل معاهم. ونظر يعقوب نظرا قائلا ان كان الله معي، يعني بيقول له بقى مش انت ربنا وانت قلت لي عودي، طيب لو انت فعلا ربنا وحفظني في هذا الطريق، يعني حفظتني في الطريق داود الذي انا سائر فيه، واعطاني خبزا لاكل وثيابا لالبس. لسه برضو ايه؟ بصص في الارض، يعني بيفكر في ايه؟ في الماديات. يعني بيقول له لو حفظتني في الطريق واديتني اكل واشرب والبس ورجعت بالسلام الى بيت ابي يكون الرب لي الها. انتوا مش شايفين هو عمال يصعبها على ربنا كل شويه؟ بالظبط كده، يعني يقول له ايه؟ تحفظني يا بسليم، طيب ماشي اوكي، وتديني اكل ماشي، واشرب حاضر، والبس حاضر، طب وترجع لي بقى البيت ابويا كمان ايه كويس. انا يعني عمال ايه، خبيكم احنا ساعات نعمل كده في النذر، ساعات الواحد يعمل نذر معقد كده، يعني ايه؟ اقول له يا رب مثلا انا هندر مثلا 500 دولار لو الست بتاعت الدي ام في نجحت وبعد كده طلعت اخدت اللايسنس وبعد كده لما دخلت على البنك جبت العربيه اللي عاوزها والبنك عمل لي ابروفل وبعد كده الديلر عمل لي اوفر وبعد كده يعني اخدت العربيه، انا كده اديك النذر. عارف اللي هو النذر المعقد ده، اللي هو الايه يعني اللي هو انت، طب انت لو مش عايز ما تندرش وخلاص، يعني ليه تصعبها على نفسك وعلى ربنا؟ يعني تعمل نذر معقد مكلكع كده عشان ربنا ايه؟ يعني لو عديت من دي تقول له اه لا يا رب معلش ما انا اسف مش هقدر، اصل هو الديلر ما ادينيش اوفر كويس. قال مالك ازاي؟ ساعات احنا بنعمل كده. فهو عمل معاه كده، فضل يحط له كل شويه يقول له ايه؟ ابقى بسلام، اكل، اشرب، ارجع بيتي، ابقى انا كده تبقى انت ايه؟ الرب ايه؟ الهي. وهذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت الله، يعني الحجر ده يكون بيت ايه؟ لربنا. وكل ما تعطيني فاني ايه؟ اعشره ايه؟ لك. طب برضو عرفت موضوع العشور ده منين؟ كان لسه فيه ما فيش وصيه بالعشور، لكن ده استلمه منين؟ من باباه، من اسحاق ومن جده ابراهيم. العشور والندور دي موجوده اهي قبل الايه؟ قبل الشريعه، زي ما ربنا سلم ابراهيم واسحاق. العشور دي فيها ميزه انها علامه عهد، بمعنى يعني انا هعمل عهد مع ربنا ان انا اديله جزء معين من الخير اللي هو مديهولي، دي علامه عهد. في حاجات صغيره كده في حياتنا تدينا انديكيشن عن مدى علاقتنا والكوميتمنت بتاعنا مع ربنا عامل ازاي، دي حاجه منهم، حاجه صغيره زي العشور، عشر اللي انت بتاخده تطلعه لربنا لان ربنا هو اللي بيدي. فساعات يقول لك ايه؟ لا معلش احنا مزنوقين بلاش، نيجي مثلا ايه يوم الحد، يوم في الاسبوع ده يديك ايه؟ يديك فكره انت قد ايه ملتزم مع ربنا. انت يوم واحد بس ثلاث ساعات هقضيهم في الكنيسه مش اكتر، طبعا بيسايد قعده السطح والكلام اللي نفد الموضوع بياخد اليوم كله، لكن هو الفكره في اليوم هو الثلاث ساعات بتوع القداس بس مش اكتر. دي علاقه عهد، ده عهد بيني وبين ربنا اكسره ولا لا، صلواتي قانوني الروحي ده علامه عهد بيني وبين ربنا بكسره قد ايه، قرايتي في الكتاب علامه عهد، هل انا فعلا مواظب ولا ساعات الدنيا تقع مني. كلنا كده وانا زيكم، كلنا ساعات بنبقى النوم كابس علينا جامد مش قادر تعبان مش قادر اصلي، بس لو العهد اللي بيني وبينه جامد والحب كبير اقدر اعمل ده. زي الأربعة والجمعة مثلا علامة عهد، يومين في الأسبوع، أسبوع سبعة أيام، مش قادر تسيب يومين؟ صعب،
مش قادرين نقف 10 دقايق، صعب. كان في مرة راهب يقولوا كان اشتغل كتير جدا في الدير، وبعدين بعد ما خلص مش قادر، تعبان، لازم يخلص قانون روحي، فوقف يصلي، بس مخلص بقى مش قادر. فهو بيصلي كده في وسط المزامير، قال له ايه؟ قد اضاء علينا نور وجهك ايه يا رب. يقول لك راحت الآلية بتاعته ايه؟ منوره. فايه؟ اتشجع. اول ما حصل كده ربنا راح مديله، قال له قد اضاء علينا نور وجهك يا رب، قال له حاضر. راح منو ايه؟ شاف نور ربنا اللي اضاء عليه. فده ايه؟ اتشجع واتقوى وايه وكمل. تلاحظوها تمام في الصلاه، اول 3 4 دقايق في الصلاه دول طوال قوي قوي، عشان تقف كده تبتدي صعبه، بس وانس ابتديت وبدات تصلي تلاقي الدنيا ايه؟ هديت، بدا النوم اللي كان كابس عليك يقل شويه، بدات تركز اكتر. لكن ايه؟ ربنا ايه بيدينا ان احنا ايه نتشجع طول ما احنا قومنا في عهدنا ايه معاه. دي حاجات صغيره لكن تدينا ايه مدلول على مدى ارتباطنا بربنا. الفكره كمان، يعني انا شخصيا مقتنع بالفكره دي، اذا كنت انا مش قادر اعمل حاجه صغيره بسيطه في امكاني اعملها، فالحاجات الكبيره انا مش هقدر اعملها. يعني اذا كنت انا اطلع جزء من العشور ودي حاجه سهله، فانت ازاي هتكون امين في حياتك مع ربنا لو انت مش قادر تعمل الحاجه دي؟ لو انا مثلا مش قادر ابطل الشوكولاته مثلا الاربع والجمعه، مش قادر، تفتكر هتقدر تبطل الكذب؟ انت مش قادر تسيطر على حاجه صغيره في حياتك تعباك، يبقى الحاجه الكبيره هتعمل فيها ايه؟ يا ده اللي المفروض مقدور عليه، ده السهل انا مش قادر، مغلوب منه، ما بالنا بالصعب عامل ايه؟ زي ما تقول المره اللي فاتت، زي الرجل الشحات اللي بيشحت، ياخد من هنا 50 قرش ومن هنا 40 جنيه ومن هنا جنيه، ويجمع يجمع يجمع، وهو حب المال واخده، فبالتالي ايه؟ يحرم نفسه ويضغط على نفسه ويجمع، فيبقى معاه فلوس كتير. الحاجات الروحية كده، حاجة صغيرة مع حاجة صغيرة مع تدريب صغير مع تدريب صغير، نفسك بتعمل ايه؟ بتعمل رصيد. وكل ما تعمل رصيد، كل ما ربنا ايه يديك ان انت تدوق ايه حلاوة الحاجات الروحية اللي بتعملها، فيبقى عندك ايه حافز انك تعمل ايه حاجة اكبر من كده. احنا كده هنقف في الجزء دوت، ده الاصحاح 28. الاصحاح ده جميل لانه بيورينا قد ايه ربنا حنين، ربنا ما يسيبش البني ادم، يفضل واقف معاه حتى لو احنا بعيد. وفي نفس الوقت في اسوأ حالاتنا الروحيه تلاقي ربنا ايه بيساعدك ويعضدك طول ما انت حاسس انك غلطان. امتى ربنا يبتدي يديك تأديب بقى؟ لما تحس ان انت ايه؟ انت كده كويس، لا انا عادي، ما كل الناس كده، ايه اللي هيحصل يعني؟ يبتدي ربنا ايه؟ يورس ودنك شويه. لكن طول ما انت حاسس انك مش مستحق، ربنا يقول لك ايه؟ ما دام عندك الشعور دوت يبقى انت في يوم من ايه؟ هتبقى كويس. انت مغلوب من خطايا معينه، انا عارف البشر ضعيف، لكن انا هساندك واساعدك واعضدك واخليك ايه؟ تكبر وتنمو وتثمر. ان شاء الله من اول الجمعه الجايه ابونا رفيق هيباركنا طبعا في الاجتماع تاني، يوم وصلوا النهارده بالسلامه هو ابونا اسحاق، وهيكمل معاك ابونا رفيق ان شاء الله. حد عنده اي سؤال؟ اتفضلي. اوكي. هو قال له كل اللي هتديهوني انا ايه؟ يعني ما اعتقدش ان هو موضوع الاكل والشرب، لان هو قال له ان انا هديك بركه كتيره وهديك ارض كتيره وهديك نسل كتير وهخليك تكبر يمين وشمال وكده. فبيقول له ايه؟ من كل اللي هتديهوني انا هطلع لك ايه؟ العشور بتاعته. وجايز يكون من اكل وشربه، جايز، بس يعني قال له يا رب كل اللي هتديهوني انا هطلع لك ايه؟ هطلع لك عشور. لان زمان ما كانش فيه فلوس اكتر، يعني كان فيه اشياء اكتر، يعني كانوا يقيسوا غناهم بايه؟ بان هو عنده ارض قد ايه، عنده غنم قد ايه، عنده ولاد قد ايه، عنده ارض قد ايه، عنده خيام قد ايه، عنده عبيد قد ايه، كانوا بيقيسوها بكده.
فهو لما مثلا يطلع مثلا يبقى عنده 10 خرفان يطلع منهم خروف، ده كده هو بيعمل عشور للثروه، لان الثروه زي ما كانتش فلوس، الثروه كانت حاجات يعني متشافه يعني. أو عنده 10 عيال يندر واحد منهم. ما هي الفكره في كده ان هيبقى واحد من ولاده هو اللي هيكمل، واحد من ولاده هو ده اللي هيكمل، هو ده اللي هيجي المسيح من نسله. حد عنده سؤال تاني؟ طيب اوكي اتفضلوا نصلي. اللهم ربك